وصل بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم، ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين في اجتماع الدورة 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد اليوم. وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. بعد ذلك صافح جلالة الملك أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وأعضاء السفارة البحرينية في الرياض، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد المرافق لجلالة الملك المفدى. وبهذه المناسبة تفضل حضرة صاحب الجلالة حفظه الله بالتصريح التالي: يطيب لنا ونحن نصل إلى بلدنا المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي نعتز دوما بزيارتها أن نعبر عن عميق شكرنا لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في أعمال الدورة 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربين عن اعتزازنا بالعلاقات الأخوية الراسخة والمزدهرة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتي تستند إلى تاريخ مشترك ووحدة مصير وتشهد على الدوام تطورا ونماء على المستويات كافة جعل منها نموذجا للتكامل والأخوة. ونؤكد على أن أعمال الدورة 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل فرصة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في كل ما يمكن أن يسهم في تعزيز عملنا الجماعي وتعاوننا المشترك والحفاظ على مكتسبات دولنا، ويؤدي لإنجاز تطلعات شعوبنا في مزيد من الرخاء والازدهار ومواصلة الدور المحوري لمجلس التعاون في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود الهادفة للوصول لحلول سلمية وشاملة لمشكلاتها وأزماتها والتغلب على التحديات التي تواجهها. وإننا إذ نجدد تقديرنا وامتناننا للجهود الخيرة لأخينا خادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايانا الخليجية والعربية والإسلامية وللدور الاستراتيجي المتواصل للمملكة العربية السعودية الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لنؤكد ثقتنا بأن رعاية وحكمة خادم الحرمين الشريفين ستجعل مخرجات قمتنا على مستوى التحديات التي نواجهها، ولتكون هذه القمة بمشيئة الله تعالى لبنة جديدة ومهمة في مسيرة مجلسنا المباركة وتحقيق تطلعات وآمال شعوبنا. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين.